طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره، ما بنفكرش في الماتش اللي فات. احنا خلاص الماتش ده كان ماضي، احنا دلوقتي بنفكر في بكره. اللعيبه كلها يعني بقى لنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضه. بالنسبه لنا اللعيبه كلها حطت في الموقف ده ولا عارفه يعني ايه لعبه في المغرب، وتكون الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، نكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور بين الوداد بين الرجاء بين اي حد، احنا بنكون مستمتعين حتى في ارضنا برضه بنلعب كويس برضه بنكون مستمتعين. اهم حاجه في الاول في الاخر نطلع نعمل مباراه قويه، مباراه تبقى مستمتعه للجماهير وتبقى زي الكوتش ما قال تبقى مميزه بالكوره، دي اهم حاجه. اللعيبه مستعدين بشكل كويس وهم عارفين يعني اهميه المباراه، واحنا بالنسبه لنا عارفين قيمه المباراه. احنا بنلعب نهائي افريقيا طبعا، الماتش او ماتشين ده بالنسبه لنا احنا بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشين، بس هي مسكتين بس اللي لعبنا مباراه واحده. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده، واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمه المباراه، واحنا خلاص خلصنا الشوط الاولاني وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا نرجع الكاس ان شاء الله. لا طبعا احنا ما عندناش عقد من حد، احنا لو احنا انت بتتكلم احنا على طول بتكلم في الماضي، لو احنا بنتكلم في الماضي على طول طب ما احنا هنعيش بقى ال10 افريقيا اللي احنا واخدينها بقى النادي الاهلي، يعني احنا بنفكر بكره ناخد ايه؟ تمام يعني احنا بكره نفكر ناخد ال11 تمام؟ احنا بنلعب اي فريق بنحترمه، كبير صغير بنحترمه تمام؟ وداد رجاء اي فرقه في افريقيا كلها ليها الاحترام، احنا يعني عندنا مبارك وما بنفكرش يبقى عندنا عقده ولا مش عقده. طب احنا الحمد لله النهارده نتكلم رابع مره على التوالي ان احنا واصلين افريقيا تمام، وحصل ظروف السنه اللي فاتت هتكلم بقى كتير بقى عن الماضي لا طبعا احنا ما عندناش عقده مع اي حد، احنا عندنا مباراه بكره كسبنا المباراه اللي فاتت، فكر في المباراه بكره وان شاء الله نرجع بال11 ان شاء الله. Just given that, of course, his father is Al Ahly, an Egyptian goalkeeping legend as well. أكيد طبعاً المباراة الأولانية طبعاً مصطفى طبعاً أدى مباراة قوية جداً، وأي حد في النادي الأهلي بيبقى بيلعب في النادي الأهلي بيبقى قد المسؤولية، أنا أو علي أو مصطفى طبعاً يعني هو ابن كابتننا الكبير كابتن أحمد شوبير طبعاً اللي احنا متعلم منه كل حاجة في الأدب والاحترام واللعب طبعاً. وشيء مصطفى شوبير بالنسبة لنا يعني هو أنا الصغير، وهو يعني قبل الماتش اتكلمنا معاه أنا وعلي اتكلمنا معاه، وطبعا هو عمل ماتش كبير إن شاء الله، ده يعني أقل حاجة يعملها واللي جاي أفضل ليه ربنا يكرمه إن شاء الله. فصراحة السؤال بس تمام يعني أكيد أي لعيب بيبقى موجود في القائمة بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز طبعا، دي رؤية فنية بتاعت الكوتش طبعا. إحنا كلنا جاهزين، القائمة كلها الـ 24 اللي موجودين كلهم جاهزين، أي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا. برضه أنتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي، مش عارف ليه، إحنا عندنا ماتش بكرة تمام، وإحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام، يعني بداية كلامي أصلا إحنا نسينا الماتش اللي فات، أنتوا بتفتكروا ماتش من سنة تمام، انا عندي ماتش بكره الفرقه كلها مركزه ماتش بكره ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله.